هنسيب كرة اليد رجال وهنروح لكرة اليد سيدات، والفوز على نادي الطيران في الدوري الممتاز بنتيجة 36-24. الماتش اتلعب يوم السبت اللي فات على صالة الأمير عبد الله الفيصل، مباراة مهمة. الشوط الأولاني انتهى 17-12، وقبل ما الفارق يوسع جدا جدا في الشوط الثاني 36 انتهى 36-24. الأهلي كسب كل ماتشاته في الدور التمهيدي. قبل ما اروح للتقرير عايز اقول كلمه لفريق كره اليد سيدات. لعبوا مباراه الاسبوع اللي فات وخسروا من نادي الشمس في منطقه القاهره، مع احترامنا لجميع الانديه. نادي الاهلي بنجومه بابطاله بلاعباته بالجهاز الفني بكل حاجه، الموضوع مختلف. يعني احنا عندنا نجمات كبار دايما بيسعدوا الجماهير، ودايما الجماهير بيحطوا عليهم عامل ان يكسبوا كل ماتشاتهم، لكن نخسر مباراه هنقول اصل هي دي اوف، او هنقول ان هي ما كانتش اليوم بتاعنا، او حاجات كتيره. مش عايزين نتكلم في الاساس، المباراه كانت بفرق كبير بين الاهلي والشمس. نتمنى ان الفريق كره اليد سيدات يتدارك هذا الموقف، وكمان يقدر يفوز بكل بطولات السيزون عشان نقفل الخساره. السنه اللي فاتت كان خسرنا من المعادي برضو مباراه في وسط السيزون، لكن برضو كسبنا الحمد لله كل بطولاتنا. نتمنى ان يكون خساره غير مؤثره على اي بطوله، لكن انا اللي هيتقال ان في مباراه فاصله بين نادي الاهلي ونادي الشمس على بطوله منطقه القاهره. نتمنى لهم التوفيق باذن الله. خلينا نروح التقرير مع سيدات الاهلي لكره اليد بعد مباراه الاهلي والطيران، وترجعوا لنا مره ثانيه. الحمد لله طبعا على الفوز، زي ما احنا عارفين دي بطوله الدوري، احنا الاول الدوري. دوري السنه دي صعب فعلا، انت بتلعب بالظبط ماتشين في الاسبوع، غير ان هم بتوع 2000 كمان بيتمرنوا معانا وبنلعبوا كمان ماتشين، يعني بتلعب اربع ماتشات. انا بصعد من صغر السن اللي هو 2000 و2002. زي ما انت شايف النهارده ان معظم الناس كلها اللي كانت بتلعب في الملعب موجود، اربعه من ثلاثه من مواليد 2000 وواحد من مواليد 2002. طبعا دي مجهود، لان انا بعد ان شاء الله زي ما بنقول للسنين اللي جايه كلها. مراحل سنية عندي مختلفة جدا، عندي حوالي 5 مراحل سنية في قلب جيل بحاله. دي صعبة جدا انك تقدر تعمل بينهم يعني يبقوا مندمجين مع بعض، داخلين في اللعب مع بعض. ليه؟ لان مستوى البنات اتغير على جميع الفرق. السنة دي الدوري من 4 سنين أو 3 سنين فاتوا مفيش حاجة اسمها الأهلي لوحده، واحنا قدينا شايفين مستوى البنات صغر السن في الأندية التانية كويس وعالي. الحمد لله احنا عندنا نفس الكلام، بقى في منافسة النهاردة زي ما انت شايف الماتش، رغم ان انا بادئ بالصغر السن عشان ياخدوا الثقة في نفسهم ويشيلوا مسؤولية المباراة انها تكون تقيلة. لا الحمد لله انا شايف ان احنا ماشيين تدريجيا كويس، رغم الاصابات اللي انت عارفها طبعا يا كريم. زي ما انت شايف عندنا نصرة وعندنا دعاء وعندنا سارة الخولي، يمكن اول مباراة ليها في الدوري. عندنا غدا طبعا السنة دي مبطلة، عندنا كم كبير، عندنا يارا، عندنا حوالي 5 لعيبة مصابين، بس الحمد لله رغم كده عندنا ناس صغيرين السن ماشيين معاهم وماشيين معانا الحمد لله. انا شايف لا المستوى يطمن، مستقبل النادي الاهلي بخير ان شاء الله. انا عندي المباراة اللي جاية الجزيرة، ثم مباراة الشمس اللي هي المباراة الفاصلة اللي بيننا وما بينهم، ده الاسبوع اللي جاي. عشان كده يمكن انا مريح كل الناس الكبيرة، ابتديت بالصغيرين ونهيت برضو بالصغيرين. الفرقه الناس الكبيره يمكن خدوا معايا وقت صغير، يكون الاصابات ان شاء الله رجعت، وباذن الله يعني هنلعب ماتش بطوله باذن الله. الوقت اللي جاي بالذات الوقت الجاي صعب. الدوري السنه دي مقسوم 4، يعني انت بتلعب في الدور الاولاني 16 فريق، ثم بتلعب دورة مجمعة من 16 فريق وبتاخد فيهم ساعتها البطل. جنب طبعا منطقة القاهرة انت اول الحمد لله، جنب كاس مصر عندنا برضو في الشهر اللي جاي، ثم بعدها البطولة مباشرة السوبر. كل ده طبعا حمل جامد على البنات،
رغم الاصابات اللي عندنا، لكن انا متعشم خير ان شاء الله. البنات بتتعب، الصغيرين بالذات والكبار، ويكون اصاباتنا كلها الحمد يعني ترجع ان شاء الله الشهر الجاي. احنا كده كده ماشيين في طريقنا وبنتمرن كويس جدا وبنعمل حساب لكل فرقه، سواء كان ماتش، طبعا ما فيش حاجه اقول في ماتش ضعيف، بس في ماتش اكثر قوه يعني. فطبعا اكننا ماشيين في طريقنا عادي، كل ماتش مهم جدا، تراي ماتش بنركز فيه جدا. طبعا بنحمس بعض جامد قوي الفتره دي، علشان يعني حصل لا قدر يعني حصل كان خساره قبل كده، فاحنا بنحاول نشد بعض وبنحاول نحمس بعض، وكل ماتش مهم ولازم نرجع يعني ان شاء الله نقف على رجلينا تاني. الفرق كلها ما شاء الله بقت تحترم يعني، في اجيال جديده جايه بقوه في كل الفرق يعني، دايما فعلا يعني ما شاء الله الاجيال الجديده حاجه تفرح يعني. واحنا كمان تقريبا الفرق كلها اغلبيتها بقت في يعني في رينج اللي هو ال 20 ال 2002 و 2000 يعني انا بقيت مثلا كبار الفرقه، فيعني الحمد لله يعني. ففعلا الاكتر بيبقوا صغيرين، اللي عنده هدف دايما بيضحي وبيسعى وبيعمل مجهود عشان يوصل. احنا النادي الاهلي وكده كده يعني هدفنا معروف ان احنا ناخد الاربع بطولات، فبنضحي بقى ويعني وبنعمل مجهود يعني. الحمد لله ان احنا كسبنا الماتش ده. احنا فعلا عندنا اصابات كتير، بس احنا فرقه يعني بنشيل بعض، ده اهم حاجه عندنا. احنا مثلا عارفين ان احنا عندنا اصابات في مراكز كذا وكذا وكذا، الموجود لازم يأدي ولازم يشيل، علشان احنا لازم نشيل بعض عقبال ما هم ييجوا كويسين ان شاء الله في السلامه، وكلنا نبقى نشيل بعض بعدين. فبنعمل مجهود زياده علشان الموضوع ده ما ياثرش علينا في الملعب، فيعني الحمد لله. والكابتن طبعا بيشتغل معانا ان احنا نبقى يعني كل واحد يلعب في اكتر من مركز، كل واحد يقدر يأدي في اكتر مركز، علشان لو في حصل زي عجز زي ما انت بتقول عجز عندنا في مركز معين التاني يشيل. هو فعلا السنه دي احنا كلنا قريبين من بعض، وحاجه كويسه ان الصغيرين يتعلموا من الكبار. احنا دايما معروفين في تيم النادي الاهلي بيبقى عنده مبادئ النادي الاهلي، فالصغيرين هيتعلموها مننا. فاحنا لما احنا نبقى نسيب احنا نبقى مطمنين ان الفرقه المبادئ بتاعتها موجوده في الصغيرين. احنا عندنا التزام مهم جدا، اللبس، كل حاجه، كل الحاجات دي لازم يعني صغيرين بيشربوها مننا، فبيحسوا يعني ايه فيرست تيم النادي الاهلي، يعني ايه الفيرست تيم مختلف عنهم عندهم في الناشئين، فهم بيبقوا مبسوطين واحنا بنديهم الخبره بتاعتنا على قد ما نقدر. فعشان كده يعني احنا كلنا بنكمل بعض، هم لسه صغيرين واحنا كبار، فاحنا الفرقه بتاعتنا متجانسه يعني الحمد لله على قد ما نقدر. احنا فعلا زي ما انت بتقول لسه ما فيش ولا بطوله بقت عندنا في النادي، بس ان شاء الله ناخدهم كلهم. احنا بنتمرن، احنا يعتبر من اكتر الفرق اللي بتتمرن في مصر، فاحنا دايما بنعمل يعني لازم بيبقى عندنا اعداد بدني كويس جدا، لازم بنكون بنتمرن على الهاند بول كويس جدا. المشاكل اللي بنتقابلها في الماتشات الكابتن بيشتغل معانا على قد ما نقدر ان احنا نحلها، فما نحاول ما نسيبش اي ثغره تخلي ان احنا نخسر بطوله او حاجه. ان شاء الله خير يعني.